تدخل رجال الوقاية الميدانية متتبعي جريدة. إذا المشاهدين متبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. يعني كيفما كتلاحظوا معنا في هذه اللحظات تدخل رجال الوقاية المدنية من أجل إنقاذ هذه القطة، هذه يعني القطة اللي عالقة واحلة في الطابق الثاني. فمشكورين رجال الوقاية المدنية على التدخل ديالهم من أجل إنقاذ هذه القطة هذه، حتى هي راح روح عزيزة عند الله، حتى هي راح حيوان. فمشكورين رجال الوقاية المدنية. يعني تدخل بطولة من رجال الوقاية المدنية. يعني مجهود جبار لرجال الوقاية المدنية من أجل إنقاذ هذا المفترق أو لهذا القطة. إذن مشكور رجال الوقاية المدنية على تدخل البطولة ديالهم من أجل إنقاذ هذه القطة هذه. فمشكورين رجال الوقاية المدنية على المجهود ديالهم. صراحة مجهودات اللي يقوموا بها رجال الوقاية المدني ليل نهار، يعني من أجل إنقاذ الأرواح خاصة في الحيوان في الإنسان. فمشكورين على المجهودات ديالهم. Thank you.
يعني فمشكورين رجال الوقاية المدنية على التدخل البطولي ديالهم من اجل انقاذ هذه القطة، مشكورين على المجهودات اللي قاموا بها ليل نهار من اجل راحة المواطنين. فتبارك الله على رجال الوقاية المدنية، يعني كيف ما كتلاحظوا معنا في هذه اللحظات طالعين باش يعتقوا هذه القطة هذه، فمشكورين. كاين الناس ديك الدار كاينين. يعني مجهودات جبارة كيقوموا بها رجال الوقاية المدنية، مشكورين. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا هنا استنفار ديال رجال الوقاية المدنية على قبل واحد الحيوان، فصراحة حنا كنعتزوا برجال الوقاية المدنية، يعني فحال الحيوان فحال الإنسان حتى هو روح عزيزة عند الله. من دولة على قبل يعني غيقوموا بواحد المحاولة أخرى من أجل إنقاذ ديالها بعد ما فشلت المحاولة الأولى وهربت. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا أيضا تواجد هنا الناس الساكنة. يعني الان كيقوموا بالمحاوله الثانيه من اجل الانقاذ ديالها، فكيف ما كتشوفوا معنا يعني عليهم واحد الخطوره واخا هكاك. يعني كيف ما كتلاحظوا الحمد لله الان تم انقاذ القطه، فمشكور الرجال الوقايه المدنيه على المجهودات الجباره، يعني تدخل ناجح من طرف رجال الوقايه المدنيه. اذا المشاهدين الكرام غادي نودعكم على امان، نتلاقاوكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء. الله يرحم والديك.